عظيم قسما بالله ضابط وكالات امنيه معتبين دوائر دولة كل من تورط بهذا الموضوع قسما عظما قسما عظما لا سوي عبره بالانظار بالعراق كله كل من ساهم بهذا الموضوع المروجين اللي يفترون وجواباتهم الاباريق ضباط الامن ضباط المخابرات الاستخبارات الصحة اللي يسوي شهادات وفاة مزورة اللجان الأمنية اللي تخفي قسما عظما لا سويهم عبر الأمة الإسلامية حتى المعقبات المعقبات كلها احنا موجودين ورح نشتغل بما يرضي الله الناس اللي تستحق نفزع لها ويأخذون حقهم من الدولة واحنا وياهم واللي ما يستحق لا والله نجيبه ونقول له أخويا روح هذا القضاء موجود تفضل انت قدام للقضاء تطلع تروح واش حكي شباب؟ كنا مؤيدين ان اللي ضرر من الارهاب ياخذ تعويضه واستحقاقه. لكن اللي دعم بسياره واللي غرق بالنهار واللي انحرق بالبيت واللي تعارك وقتل ويا عشيره او كان ارهابي وقاتل ومجرم وبعدين يجي يتكرم ويصير حاله حال الشهيد هذا الحكي ما يصير. الحكي كلنا لا عنده استحقاق راح ياخذ بالقانون. ما عندنا احد ياخذ فلوس المخصصه للشهداء ويصرف فيها كيف المزورين وساهموا بعمليه التزوير هذول القضاء راح يحاسبهم بشده الارهابيين ما لهم تعويض هاي الفلوس مخصصه من الدوله لتكريم وتعويض عوائل الشهداء والشهداء وذويهم انت تفهمون شلون وهذا الملف انفتح واني اشرف عليه وما راح اجامل نهائيا اللي له حق ياخذه واحنا الممنونين والما له حق والله حتى اذا اخذ الفلوس ده راح اجيبه مره ثانيه واخليه قدام القانون يوقف ويتحاسب بالقانون مفهوم يا شباب